سامحيني، لكن متما من أجل قضية مهمة. سوف أدعو من أجلكما حتى آخر أنفاسي. ماري! اخرجي. جميلة. سامحيني. تركتك وحيدة، لكنني أتيت يا أختي. هيا لنذهب إلى بيتنا. أعدك أني لن أعطيك لأحد مرة أخرى. أرجوك يا ماري، لا تذهبي وتتركيني وحيدا. أنت عائلتي الوحيدة. هيا لنذهب إلى البيت. استيقظي، أتوسل إليك. إنها أم طفلي. يا سيدات، تذكرنا جيدا. ألم ترين أحدا في خيمة السيد غوندوز غيره وغير زوجته؟ لا لا. ألا تشكن بأحد أبدا؟ أجبن. لا يا سيدة بالا. اذهبنا الآن، لكن تذكرنا جيدا. إن سمعتن بشيء تعالين حالا. هيا. حسنا سيدة بالا. الأدلة تشير إليهما. ماذا إن فعلها؟ لم نحافظ على الأمانة. أيقول، لا تستمر بقول هذا الكلام. لا غوندوز ولا عائشة من طينة تفعل هذا، أعرفهما.
إن شاء الله. ما هذا يا أمي؟ بني، لأتحدث معه مرة أخرى. أثر السم في طبقهما، والقارورة تخرج من خيمتهما. كل شيء يشير إلى أخي. لكن أخي من دمي، ولا يفعل شيئا كهذا بامرأة حبلى. لا لا، أخي لا يفعل هذا. معك حق سيدي، لكنه في الآونة الأخيرة فرق مالهن عن طفلها ونفانا من القبيلة وسلم ماري للوزير يوم زفافها. بعد أن ظهر أن أبي خائن، لم أعد أثق بأحد. السيدات ماذا قل؟ هل رأينا شيئا؟ لا سيدي، لم ترى أي منهن شيئا. أنا بخير يا عائشة، بخير. ما هذا الذي حل بنا يا قندس؟ ماذا فعلنا وبمن؟ من يفعل بنا هذا؟ أيا يكن من فعل هذا بماري، سأضع يدي على ياقته في الآخرة. أدعو ربي أن يخلصنا من هذا الافتراء. إن شاء الله.